2020 عام استثنائي في حياة البشرية بكل تفاصيله، فقد شهد عددا كبيرا من الأحداث العالمية المفصلية يأتي أهمها على الإطلاق هو تفشي وانتشار وباء كورونا الذي حصد أرواح ما يزيد على 1,600,000 شخص حول العالم، إضافة لإصابة أكثر من 76 مليون آخرين، حيث بدأ الوباء بالظهور أواخر عام 2019 إلى أن تم اكتشاف مصدره في مدينة ووهان الصينية في 9 من يناير من هذا العام، وهذا حسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية. هذا العام شهد رحيل عدد من قادة وزعماء الدول العربية، منهم السلطان قابوس ابن سعيد سلطان عمان في 10 يناير، كما رحل الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت في 29 سبتمبر. وإلى ملف السلام في المنطقة، حيث كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 يناير عن تفاصيل صفقة القرن، والتي تضمنت توسيع سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة واتخاذها القدس عاصمة لها، وهو ما لقى ردود فعل شعبية ورسمية واسعة. أما في 15 سبتمبر، فقد شهد البيت الأبيض مراسم توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل وإعلان السلام بين البحرين وإسرائيل برعاية أمريكية. وفي 23 أكتوبر أعلن البيت الأبيض التوصل لاتفاق لإقامة العلاقات بين السودان وإسرائيل. وفي 10 ديسمبر أعلن الرئيس ترامب عن اتفاق لاستعادة العلاقات بين المغرب وإسرائيل. أما لبنان فقد ظلت بلد الأرز تموج بالأحداث السياسية طيلة العام، لكن أبرزها كان الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ ميناء بيروت بعد انفجار 2750 طنا من نترات الأمونيوم، ما أدى إلى قتل ما لا يقل عن 190 شخصا وإصابة الآلاف وتغيير عدد من الحكومات في البلاد. وعودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى، حيث اندلعت في 26 مايو سلسلة من الاحتجاجات والاضطرابات على إثر مقتل المواطن الأمريكي الإفريقي الأصل جورج فلويد. أما في 7 نوفمبر الماضي، فقد أعلنت وسائل إعلام أمريكية عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة بعد انتخابات محتدمة مع منافسه الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب، وهو ما أكده المجمع الانتخابي الأمريكي في 14 ديسمبر، ليفوز بايدن بإجمالي 302 صوتا متجاوزا الحد الأدنى المطلوب والبالغ 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي. من مصر، طارق أحمد. أكيد زي ما حضراتكم شفتوا في التقرير ده، كل حدث، كل فقرة أو خبر في التقرير أو حدث من أحداث سنة 2020 اللي بنودعها بعد أيام قليلة، بكل تأكيد هو حدث مفصلي وحدث ربما يأخذ المستقبل، مستقبل بشرية، مستقبل دول، مستقبل منطقة في العالم، يأخذها إلى اتجاه آخر أو منحى آخر عما كانت عليه في السنوات أو العقود الماضية. بالتالي ربما يكون عام 20 يمكن أن يطلق عليه عام التحولات الكبرى في تاريخ البشرية. نقرأ أكتر في هذه التحولات اللي حصلت في المنطقة وحصلت في العالم، وربما تكون كمان حصلت في مصر، مع ضيفنا العزيز الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عادل حمودة. أستاذ عادل، مساء الخير على حضرتك. مساء الخير أستاذ عمرو، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يعني أتمنى حضرتك تكون سمعت معنا التقرير أو شاهدته، ولكن التقرير كل فقرة فيه هي تحول، كل موقف عالمي، كل خطوة على المستوى الإقليمي أو العالمي هو بالفعل تحول العالم ما قبل 2020 وما بعد 2020. هل حضرتك بتتفق مع هذا التوجه أو الرأي؟ يعني الحقيقة، يعني لو شفنا غلاف جريدة مجلة تايم الأمريكية هنجد أنه غلاف غريب جدا، يعني عبارة عن الفريم الأحمر الشهير بالمجلة على أرضية بيضة، ثم رقم 2020 وعليه علامة الإكس أو الشطب يعني، وتحتي أسوأ عام على الإطلاق. الحقيقة هو فعلا أسوأ عام على الإطلاق، ولكني أنا بتفق معك أهم أنه عام تحولات حادة بالفعل. يعني عندنا تحول في علاقة الدنيا كلها بقوة البحث العلمي بحثاً عن لقاح لجائحة الكورونا. ما جرى في المنطقة من تحولات حادة بعلاقات مع إسرائيل، أيضاً هزيمة ترامب بعد ما كل ما حدث ومحاولته أن يكون متفوق في الاقتصاد. إذن بالفعل هو عام تحولات حادة فعلا، ما قبل عام 2020 سيكون مختلف عن ما بعده إن شاء الله، لكن على الأقل في هذا العام
هنجد عندنا حاجة أساسية وهي جائحة كورونا. هذه الجائحة هي العمود الفقري للعالم كله، هي التي تسببت في هزيمة ترامب بشكل واضح جدا، هي أيضا أتت على غير موعد بجون بايدن، هي عملت غيرت جابت شخصيات اختارت شخصيات العام بنفسها. يعني لو شفنا مجلة تايم، هي مجلة طلعت سنة 24، هي عندها أقوى استفتاء سنوي لاختيار شخصية العام. الاستفتاء ده بدأ في ديسمبر 29، ولا يزال استفتاء التايم من أهم الاستفتاءات وربما أعلى استفتاء بيتم. السنة دي كان في 8 مليون واحد جرى الاستفتاء بشأنهم، يعني شاركوا، هنلاقي أنه شاركوا في الاستفتاء. مظبوط. عادة الاختيار ما بيتمش للأحسن أو للأوحش، ولكن بيتم للشخص الذي كان أكثر تأثيرا في العام. يعني مثلا ممكن في يوم من الأيام اتحط أودولف هتلر، ومرة اتحط موسوليني، وكانوا في ذلك الوقت من أسوأ حكام العالم، ولكن غالبا بيكون الشخصيات المهمة في العالم زي رؤساء أمريكا، زي رئيس السادات، زي جمال عبد الناصر، زي محمد نجيب، زي المهاتما غاندي، زي شخصيات كتيرة جدا أثرت في العالم، دايما بيتحطوا كشخصية العام. هنا بنلاقي أنه كان متوقع أنه دونالد ترامب يكون هو شخصية عام 2020. مظبوط. لأنه في الحقيقة هو عمل إنجازات اقتصادية عالية جدا، ولكن موقفه الغريب جدا من موضوع الكورونا اللي عبر عنه أنتوني فاوتشي اللي هو مدير معهد الحساسية والمناعة والمناعة أو الأمراض المعدية، يعني هو عارف من قبل أول إصابة في أمريكا، عارف أن في مرض فظيع جدا، ولكنه مع ذلك استهان بالموضوع، حتى حققت الولايات المتحدة الأمريكية أعلى رقم في الإصابات وأعلى تقريبا رقم في الوفيات. فإذا كورونا أطاحت بترامب، وكورونا جاءت ببايدن، رغم أن بايدن حقيقة لا يتمتع بالخبرة الكافية، وأيضا مساعدته أو نائبته كاميلا هاريس، هي أيضا كاميليا هاريس هي أيضا لا تتمتع بخبرة، وشخصية دوبك عندها بعض العلاقات الاجتماعية في المنظمات الأهلية، يعني لا يتمتع بخبرة سياسية عالية جدا يمكن أن يديروا بها العالم. ولكن كان ده رأي طايم على كل حال. ولكن في حاجة مهمة هنا، أنه معظم الناس في استفتاء الطايم عطوا الأولوية للأطقم الطبية، ولكن حكاية كذا الانتخابات، مجمع انتخابي على أصوات، نفس الشيء بيحصل في جريدة الطايم، مجلة الطايم، وقالوا لقوا أن حكماء طايم والأعمدة الأساسية اللي لهم حق الترشيح وحق الاختيار، وجدوا أنه من الأفضل أن يكون جو بايدن وكاميليا هاريس. ليه؟ وقالوا أنه دول يعني بيمثلوا، ودي كانت علامة استفهام يا أستاذ عادل، ليه يعني جو بايدن كل اللي عمله أنه هو فاز في الانتخابات، أوكي فاز في الانتخابات مع كاميلا هاريس، ولكن لم يكن له ملحش شيء يعني. بالضبط، لم يكن له عمل ما خلال 2020، يعني وربما فاز هو فاز بأصوات الناس. صحيح. هل في تفسير، هل ده بيعكس ان الميديا الأمريكية ربما كان يكون لها جزء ما في الحرب ضد ترامب، وبالتالي هي سيكون لها مساندة كبيرة لبايدن وهاريس؟ 100% هو هذا، يعني ترشيح بايدن لم يكن حبا في بايدن زي ما بيقولوا، انما كرها في ترامب، ولم يكن اعجابا ببايدن، وانما يعني نكاية في ترامب. انا في رأيي ده كلام مظبوط جدا، لانه حاجة كده زي باراك اوباما لما خد جائزة نوبل من غير ما يعمل حاجة، في حاجات غريبة جدا يعني اوباما اخد جائزة نوبل من غير ما يقدم شيء للسلام، وخدها يدوبك بعد فترة قصيرة جدا من تولي الحكم. يعني نفس الشيء بنجد انه في النهاية ممكن يقال لو اردت ان تضع شخص مؤثر في شخصية العام، ممكن يكون الناخب الامريكي اللي هو جاء ببايدن على رغم أنف ترامب، ممكن يعني. لكن على كل حال بنجد أنه الأطقم الطبية في اعتقادي هي الأهم في مسألة اختيار شخصية العام، ودون الحقيقة اللي كان يعني
وراء اختيارات كثيرة جدا. يعني فاينانشال تايمز في 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 بريطانيا اختارت الأطقم الطبية شخصية العام. بنجد أنه في ناشطة سويدية اللي هي جريتا إنبرغ اللي هي فازت بشخصية العام في العام الماضي، عندها 17 سنة، هي ألهمت العالم في العام الماضي بفكرة الاهتمام بالمناخ، وبالتالي هي أيضا تحمست إلى فكرة أن يكون الأطقم الطبية لهم الأولوية وهم أساسا الأكثر تأثيرا في العالم. يضاف لكده يمكن نتذكر قصة الشاب المصري الصغير اللي هو ميسرة محمود مقبل، ده صعيدي من جهينة، حضرتك تتذكرها طبعا. طبعا طبعا. هو عمل موقع على الانستجرام، بدا خلال ازمه الكورونا وخلال عمليه الاغلاق الكامل بدا ينفذ طلبات كبار السن في النمسا، لو انا ما كنتش غلطان، المستشار في النمسا، في النمسا مظبوط، في النمسا، وقابل المستشار النمساوي اللي هو سبستيان كورتس، ودون كان نتيجه استفتاء لجريده مهمه جدا في النمسا او صحيح. في فيينا، وهي ذا بريسا. فالاهم من ذلك ايضا ان احنا لقينا ايضا منظمات حقوقيه في العالم ايضا اختارت الاطقم الطبي. ومن ثم لو كان لنا، يعني لو كان لي ان ارشح يعني شخصية للعام في مصر، فأنا أفضل أن يكون شخصية الدكتور أحمد اللواح، وده أول شهيد في موضوع الكورونا. حضرتك نتذكر أن أحمد اللواح كان فوق 50 سنة وكان مسؤول عن التحاليل في بورسعيد، ودخل عليه عامل هندي ونقل له العدوى بعد التحليل وتوفي. يعني لو نتذكره من خلال وزارة الصحة أو اللجنة القومية للكورونا صحيح. يبقى إذن احنا بندي تأثير مهم جدا في هذا الموضوع. صحيح. نشكر حضرتك على ده فعلا يا استاذ عادل. لازم نوجه الحقيقة واحنا في اخر العام لازم نوجه التحية لكل شهدائنا من الاطباء خصوصا، يعني صحيح. والحقيقة دلوقتي هم بيقفوا على الخطوط الامامية، واحنا بنتكلم وقاعدين في بيوتنا او في شغلنا، هم اللي واقفين في الخطوط الامامية ضد الفيروس. فانا بشكر حضرتك على هذا الاختيار الحقيقة. يعني لو أننا قد قدمنا لهم اهتماما من خلال يعني الرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي يعني اهتم بعائلة أحمد اللواح، ولكن هنا من الممكن أن نديره نوع من التقدير المعنوي والقيمة الأدبية بأنه يمكن تخرج شهادات تقدير من وزارة الصحة أو من اللجنة العليا أو من جامعة القاهرة أو من أي جهة تكون يعني تضيف للشهادة قيمة كبيرة. إذن موضوع كورونا كان موضوع مؤثر جدا، ولكن هنا بنجد حاجة مهمة جدا، بنربط بين الفائزة بشخصية العام في مجلة تايم اللي هي جريتا إنبرغ، اللي هي كانت تتكلم على المناخ وتأثير المناخ، والعالم كل الحياة بيهمل هذه القضية المهمة جدا، وأيضا 2020 أيضا بالكورونا. الحقيقة الاثنين تقريبا مرتبطين ببعض، بل أن هناك أحداث كثيرة جدا في 2020 ارتبطت بفكرة إساءة الإنسان للمناخ. يعني على سبيل المثال وجدنا أكبر فيضانات حصلت في السودان، كانت يعني فيضانات متعبة جدا للسودانيين وتأثرت بي. أيضا بنجد أن بركان قد طار في الفلبين إلى حد أنه عطل الطائرات هناك. بنجد أنه أيضا القطب الجنوبي، وده هيعمل لنا مشكلة كبيرة جدا في تغيير حركة الدنيا كلها، حرائق الأمازون، وربما يؤثر على بالضبط حريق استراليا اللي قعد سنين طويلة استراليا بالضبط، كان في حرائق بالضبط في استراليا وفي الأمازون كمان، كانت حاجة قاسية جدا، والرئيس الفرنسي نفسه كان تدخل في هذا الأمر يعني مع بداية العام على ما أتذكر لو أنا ما كنتش غلطان يعني. وأيضا أستاذ عمرو لو نتذكر أنه في نسبة ذوبان الجليد كانت أعلى معدلاتها في القطب الجنوبي. ده معناه إيه؟ ده معناه أنه هناك طرق برية جديدة هتتفتح بسبب تغير المناخ. إذن في إهمال لموضوع المناخ، وربما يكون فيروس كورونا ارتبط بشكل أو بآخر بالبيئة من خلال الأطعمة أو من خلال التعامل مع الأطعمة المضرة بالإنسان. إذن البيئة والمناخ ما هوش مسألة هزار زي ما الناس فاهمة، إنما هي مسألة جادة جدا ممكن تأثر على
مستقبل البشرية كلها يعني. ده في اعتقادنا. طيب أستاذ عادل، أنا أستأذن حضرتك بعد الفاصل نتحول إلى هل من هذه الأمور أو الأحداث خلال بعد أيام قليلة هنستقبل 2020، كل عام وحضرتك بخير والمشاهدين كلهم بخير، هل هذه الأحداث اللي حضرتك ذكرتها مدى تأثيرها بقى في شكل العالم في 2021 وتأثير ده علينا يا ترى هيكون شكله إيه؟ أرجوكم بعد الفاصل خليكم معنا. بنرحب بحضراتكم مرة أخرى وبجدد الترحيب بالأستاذ عادل حمودة الكاتب الصحفي الكبير وضيفنا العزيز في هذا اللقاء الختامي. أستاذ عادل، في نهاية 2020 وحضرتك في الفاصل الأول يعني تكرمت علينا بتحليل أهم أحداث العام، كنت سألت حضرتك لأي مدى الأحداث اللي حصلت في 2020 وكانت فارقة إزاي هتأثر علينا مع بدايات 2021؟ أولاً تغير القيادة في الولايات المتحدة الأمريكية بالقطع هيغير اتجاهات استراتيجية واتجاهات سياسية وأفكار كثيرة جداً بالنسبة إلى جو بايدن. يعني كما قلنا أن جو بايدن يعني خبرته لا تزال يعني محدودة، ومن ثم الاختلاف الحاد بين الجمهوريين وبين الديمقراطيين هيكون أحد الأسباب اللي بتأثر علينا في منطقة الشرق الأوسط بشكل واضح جدا. يعني ده هيأثر علينا ازاي؟ على سبيل المثال موقف أمريكا من إيران، هنجد ان في تساهل شوية او اكثر في موضوع الاتفاق النووي. صحيح ان حتى اللحظة دي لا تزال أمريكا متشددة ولا يزال الديمقراطيين بيقولوا ان احنا مش هنسيب المسألة سايبة لإيران، ولكن لقينا أن إيران قد بدأت بالفعل في فرض شروطها على الولايات المتحدة الأمريكية من قبل ما يتسلم بايدن الحكم. الحاجة الثانية أن إيران هترجع تاني وتعمل نوع من التوتر في المنطقة، وكانت الحقيقة نتيجة الحصار الذي جرى لها في 2020 دون هذا الحصار قيد من إمكانياتها المالية، ومن ثم يعني أضعف من الأزرعة أزرعتها اللي كانت بتشتغل في عملية تصدير الثروات، وبالتالي بنلاقي أنه من جديد بدأت يعني الحكم في إيران ينتفخ من جديد، وبدأ من جديد يتصرف بغطرسة، وبدأ من جديد يهدد كثير من دول الخليج. ويمكن التفاصيل مزعجة جدا لو قدرنا نقرب منها، ولكن أستاذ عادل التحالفات الأخيرة اللي حصلت ما بين عدد من دول الخليج وإسرائيل، هل من الممكن أن تقلل هذا الانتفاخ أو حدة التهديد الإيراني لدول الخليج؟ هو طبعا القضية الأساسية بالنسبة لإيران ليست القنبلة النووية، ولكن الأهم الحقيقة هي الصواريخ البلاستية. والحقيقة أنه في كميات متطورة جدا من هذه الصواريخ قدرت إيران تطورها، بل أنه إيران قد منحت حزب الله أكثر من يمكن 150 إلى 250 ألف صاروخ، وأيضا سمحت لحزب الله في الجنوب أنه هو يقيم مصنع للمتفجر، مصنع اللي بيتفجر بيه الآلة اللي بتفجر الصاروخ. وحصل انه مؤخرا القي صاروخ على منطقه في السعوديه، والمحللين العسكريين والمراقبين السياسيين اكتشفوا انه صاروخ متطور من طراز القدس واحد او اثنين. اذا الصواريخ الفلسطينيه هي نفسها الاخطر بالنسبه للمنطقه، وبنجد انه ربما هناك تهديدات واضحه جدا من ايران لدول الخليج مباشرة، جيرانها في دول الخليج، والتهديدات المنشورة في العالم كله يعني. ولأنه إيران بتعتقد أن هناك خطة إسرائيلية لتدمير المفاعل النووي، وربما على هذا الأساس تغيرت كثير من عمليات تأمين دول الخليج، وتغيرت كثير من التحالفات العسكرية في المنطقة، لأنه الحقيقة كان في خوف على هذه الدول من أن يجري
صواريخ تدمر منطقة الخليج. إذن إيران قضية مهمة جدا، وإيران هيحدث تغيرات واضحة جدا في 2020. يعني هذا من ناحية. الناحية الثانية، أنا بعتقد أنه إن شاء الله التحالف العالمي اللي بيتم والتعاون العالمي اللي بيتم للوصول إلى لقاح ضد الكورونا، أنا بعتقد أنه يوصل إلى نتيجة جيدة إن شاء الله السنة دي. يعني لأنه أيضا على سبيل المثال وجدنا أن الفاينانشال تايمز قد قدمت الزوجين الألمانيين اللي وصلوا إلى اللقاح المشارك مع فايزر، واعتبرتهم أيضا من شخصيات العام المؤثرين في العام. إذن أعتقد أنه سيكون بالضبط، هيكون العام 2021 هو عام إن شاء الله الوصول إلى لقاح أفضل، بدل اللقاحات التي خضعت إلى ما يسمى بإجراءات الطوارئ أو بظروف الطارئة اللي خلت كثير من اللقاحات في حاجة إلى مزيد من الإتقان إلى حد كبير. ولكن على ذكر كورونا أستاذ عادل، البعض بيقول أن كورونا هزت هيبة عدد من الدول العظمى أو الدول الكبرى في العالم في أنظمتها الاقتصادية والصحية والاجتماعية. الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، أسبانيا، إيطاليا، دول أخرى، حصل هزة كبيرة لهذه الدول. هل حضرتك بتوافق على ده؟ وهل ده ممكن من شأنه أنه يأثر عليها في المستقبل القريب؟ هي يعني ده واضح جدا، لأنه على الأقل الرئيس دونالد ترامب عندما وجد نفسه متورطا في موضوع كورونا ألقى باللائمة على الصين، ووجدنا أنه هناك تهديد واضح جدا بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. وربما يشهد العام القادم اللي هيجي بعد أيام قليلة يشهد توترات تصل إلى التوترات العسكرية. احنا عندنا دلوقتي في كل منطقة في العالم بنجد أنه في إزاحة، أمريكا بتخرج والصين بتدخل، لأنه القوى العظمى باستمرار لابد أن يكون لها تبعات تكلفة عالية، وأمريكا الحقيقة بتنكمش على نفسها وبتطلع من أماكن كتيرة جدا وبتترك للصين هذه الأماكن. النهاردة أفريقيا إلى حد كبير مساحة التدخل الصيني أعلى بكثير جدا من مساحة التدخل الأمريكي، لأن من الوجود الأمريكي، لأنه على الأقل أمريكا انسحبت من مناطق كثيرة جدا تاركة للصين أنها تحل محلها. أيضا أرجو أن احنا ننتبه أن هذا العام كان عام خروج الرئيس الفرنسي إلى خارج حدوده، إلى خارج قوقعته. يعني ربما مصر ساهمت بشكل واضح في أنها تطلعوا إلى مستوى أعلى شوية من المستوى الإقليمي أو المستوى الأوروبي. يعني زياراته العلاقاته بالرئيس عبد الفتاح السيسي وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى هناك خلت الرئيس الفرنساوي له تواجد في أماكن كثيرة جدا في أفريقيا، ولا أيضا تواجد في الشرق المتوسط، وله دور أيضا مع اليونان، وله أيضا دور كبير جدا في موضوع ليبيا. ومن ثم بنجد أنه في دور أكبر بكتير جدا لفرنسا مما كانت عليه في السنوات التي مضت. ده من الملاحظات المهمة والملاحظات الأساسية. يعني أعتقد أنه دي التغيرات الواضحة جدا. يعني الحقيقة يعني أنا بحمد ربنا أن احنا في مصر إلى حد كبير هناك تحكم. أنا ملاحظ الحمد لله أن في نسبة أعلى من الوعي في هذه المرحلة وهذه الأيام بالنسبة لنا كمصريين في التعامل مع الإجراءات الاحترازية ضد الكورونا. الحقيقة دي مسألة مهمة جدا، ويجب أن احنا ننحني ونحترم ونوجه الاحترام والتقدير والشكر للشعب المصري، لأنه في الحقيقة بيحمينا وبيحمي نفسه وبيحمي الأطراف بعضها ببعض. صحيح. طيب أستاذ عادل، نيجي لمصر. حضرتك شفت إزاي مصر في 2020، أو يعني لو جاز لينا أن احنا نقول عام الكورونا؟ لا الحقيقة يعني أنا لا أنسى في هذه السنة الكلمة الحادة الواضحة الحاسمة للرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تحدث عن الجفرة، سرت خط أحمر. وده معناه أنه قدرة مصر واضحة جدا على حماية حدودها، وأيضا قادرة على التدخل في المناطق اللي ممكن أن يأتي ليها بكثير من العمليات الإرهابية أو المشاكل الإقليمية.
دور مصر في ليبيا عمل تراجع كبير جدا لدور تركيا. واحنا هنا هنلاحظ انه في حاجة في العام القادم بالنسبة للسيد اردوغان، وهو انه بدأ يبقى فيه تراجع كبير جدا في شعبيته داخل تركيا، وايضا بدأ كثير جدا من انصاره بيخرجوا من الحياة العامة وبيقدموا استقالات واضحة جدا، وبدأ في كلام كثير جدا عن فساد عائلته وفساد يعني الأصهار والأقارب. ومن ثم بنجد أن في أرقام طلعت بتتحدث عن زيادة نسبة الشباب في الانتخابات القادمة إلى نسبة كبيرة جدا، وأنه الدراسات اللي اتعملت والاستقصاءات اللي اتعملت على الأجيال الجديدة في تركيا بتؤكد أنه نسبة لا تزيد يمكن عن 12-13% من اللي لهم حق التصويت لأول مرة هم اللي ممكن يكونوا مع أردوغان. وبالعكس مش بس قضية أردوغان، هو لقوا أن هناك تناقض فيما يسمى بالتجربة الإسلامية في تركيا، ولقوا أن هناك تناقض حاد جدا في كل اللي بيحصل، وأن هذا الرجل أقرب إلى ما يسمى بدكتور جيكل ومستر هايد. لانه بيقول لك طب انت النهارده انت بتكلمني على دوله اسلاميه، وبتكلمني على خلافه، بتكلمني على تنظيم دوله الاخوان، ثم انك انت سايب امور غير اخلاقيه وتبيحها شرعا يعني وتبيحها قانونا يعني. اذا الحاجه الثانيه انك انت في الوقت اللي بتتكلم فيه عن العداله الاجتماعيه في الاسلام او العداله الاجتماعيه في الدين، هذا الكلام انت ما بتطبقوش، لانك بتدي لبعض اقاربك ولبعض اصدقائك ولبعض انصارك بتديهم مميزات في الاقتصاد ومميزات في المشروعات ولا تعطيها لكل الناس. فبدا كتير من التجربه التي لمع فيها اردوغان بدات تنطفئ الى حد كبير. وده زي ما قلت لحضرتك انه نسبه كبيره جدا من الاجيال الجديده التي ستصوت في الانتخابات القادمه لاول مره، هذه النسبه ليست في صالح اردوغان، وده برضو تحول واضح جدا يعني. الحاجة التانية انه اعتقد انه العام القادم سيكون عام حصار تركيا، عام عقاب اردوغان، لانه الحقيقة المجلس الاوروبي والاتحاد الاوروبي بيرى ان اردوغان زودها شوية اكتر من اللازم. طيب استاذ عادل، فيما طيب فيما يتعلق محليا بجزئيه كورونا، وازاي قدرت الحكومه خصوصا من خلال الاجراءات اللي اتخذت في بدايه الجائحه ان هي تحتوي هذه التداعيات خصوصا كمان على الشق الاقتصادي، تقيم الاداء الحكومي بايه في 2020 في ظل جائحه كورونا، او شفته ازاي؟ يعني الحقيقه اي حد من الاقتصاديين كان يتوقع أن تكون معدلات الاقتصاد المصري يعني ليست بما جرى. والحقيقة يعني محدش يعني أنا الحقيقة سألت أكثر من حد أكثر من وزير من المهتمين بهذا الشأن، بدأت أسأله إيه اللي جرى؟ يعني الحقيقة كنا متوقعين نتيجة الإغلاق الكامل، نتيجة إن في عندك رقم كبير جدا من العمالة المؤقتة لا تجد قوت يومها زي بيقولوا، حاجات كتيرة جدا، الإغلاق الكامل للاقتصاد للسياحة، التأثير اللي حصل لإعادة المصريين. الحقيقة ده كله ده كان موقف صعب جدا، لأنك لما تدرس تأثير مثلا على سبيل المثال عندك عدد من المصريين اللي بيشتغلوا في الخليج رجعوا، بيشتغلوا خارج مصر رجعوا، أيضا تأثير التجارة الدولية على قناة السويس أثرت بشكل واضح، نمرة 2 السياحة أو نمرة 3 السياحة، أيضا تصدير، كل دول الحقيقة كان من الطبيعي جدا أنه يرفع سعر الدولار، لأنه إيراد الدولارات المدخلات قلت، إيراد الموارد الخاصة بالمدخلات قلت، لكن الحقيقة لاحظنا أنه الدولار سعره بيقل. إذن في ده دليل مؤشر مهم جدا، دليل ومؤشر مهم جدا على أنه الاقتصاد بيجري التحكم فيه بآليات وبأدوات تمكن أن تسيطر عليه بشكل جيد. عظيم.
طيب استاذ عادل، يعني بنختتم 2020 بارجع تاني وكلنا بنرجع ونتكلم في الكورونا. شفت حضرتك ازاي انفتاح مصر والاجهزه المعنيه بالصحه والحكومه كلها في مصر على توفير اكبر عدد من اللقاحات وقت ما يثبت فعاليتها او نجاحها تكون موجوده في مصر؟ ويمكن شايفين مثلا فيديو وصول اللقاح الصيني يعني قبل اسبوعين تقريبا. حضرتك شايف ازاي ده وتعامل مصر مع فكره توفير اللقاحات زي اي حكومه في الدنيا او في العالم دلوقتي بتوفر لقاحات لشعبها؟ طبعا يعني هذا طبعا تقدير عالي جدا، يجب ان احنا يعني دوله ناميه زي مصر ودوله عندها بتبني نفسها وعندها تكلفه اقتصاديه لكثير من الامور، تكلفه اقتصاديه عاليه لكثير من الامور، يعني يكون انها توفر هذه اللقاحات مجانا للشعب. طبعا ده معناه انك بتتكلم على الاقل عن مثلا على يعني احنا 100 مليون، قول ان المحتاجين اللقاح 50 او 70، يعني محتاجين الى ضعف هذه الكميه من اللقاحات، ملايين من الجرعات يعني. ومن ثم طبعا لابد انه يؤكد لنا هذا الموقف ان الحكومه تقدر هذا الشعب وتخاف عليه وتحافظ عليه. من ناحيتنا احنا بقى علينا ان احنا نخاف على الحكومه ونخاف على نفسنا كمان. فكره ان الحكومه المصريه في بدايه الازمه كانت سباقه وهي اللي بتاخد خطوات وهي اللي بتحذر الناس، وكان يمكن الوعي عند الحكومه كان يمكن سابق وعي ناس، والناس كانت بتكتب كده لاول مره على السوشيال ميديا ان الحكومه هي اللي بتاخد خطوات يمكن بتسبق بيها الناس قبل الناس ما تتوقع هذه الخطوات. شفت حضرتك ازاي التحول ده في نظره الناس الى الحكومه وخطواتها في التعامل مع الكورونا في بدايه الازمه؟ وانا لا استطيع ان اعرف اصدقائي وكفاءتهم الا في الازمات. عندما تكون الامور طبيعيه والامور سلسه وسهله جدا، فمش يعني فاذا دايما في الامور الطبيعيه والسهله والسلسه بتجري الانتقادات، لان البني ادم نفسه بيكون في هذا مستريح، مش عاجبه حاجه وعايز اضافات ويعني. لكن في الازمات بيكون الانسان موجه ومركز نفسه في موقف محدد وفي موقف واضح جدا، ومن ثم بيكون التقييم محدد والتقييم واضح. في غير الازمات بنتكلم على 50 حاجه، بنتكلم على 40 حاجه، بنتكلم على 120 حاجه، وندخل الامور عند بعض على بعض. لكن في الازمه بيكون عندنا ازمه واضحه وازمه كبيره وازمه قاتله ووباء حاد جدا والعالم كله بيشكو منه. اذا المقياس هنا كان واضح جدا، كيف يمكن ان احنا نقلل عدد الحالات المصابين وكيف يمكن ان احنا نوسع فرص مستشفيات العدل. وانا بتذكر الحقيقه ان احد مشاهد شفتها على التلفزيون، يعني ان كان في عنابر كبيره جدا من اسره العدل، وده معناه انه كان في ما يسمى بالاجراءات الفنيه او الاجراءات التكنولوجيه او الاجراءات الصحيه كانت على مستوى سريع جدا وفي استجابه. وهنا الحقيقه يجب برضو ان احنا نقدم احتراما كبيرا جدا للقوات المسلحة المصرية اللي ساهمت في انها تزود القطاع المدني الطبي بكثير من امكانياته وكثير من القدرات اللي كانت مهمة جدا. فكرة تعامل الدولة مع المصريين في الخارج خصوصا اللي كانوا عالقين في أزمة كورونا في بداية السنة، وتشكيل غرفة عمليات في وزارة الهجرة، رئيس الوزراء بيتابع، الوزراء المعنيين بيتابعوا لغاية الناس الحمد لله ما رجعت، لم تحدث يعني مش عايز أقول مشقة بالنسبة للناس كتير، تم إرجاع ناس كتير بالمجان، طيارات نزلت وخدت مجموعة من المواطنين أو مجموعات من المواطنين من دول مختلفة. شفت حضرتك إزاي التعامل ده أو التطور ده والنهج في تعاملنا مع المصريين في الخارج؟ وطبعا عادة زمان كنا باستمرار كمصريين بيقول لك ان الحكومة ما بتسألش فينا، واي حد بره مصر كان يقول لك ايه ما حدش بيسأل فينا والسفارة مش بتسأل فينا. الحقيقة يعني ما جرى بإعادة هذا الكم من المصريين بسرعة وبكفاءة عالية جدا، يعني الحقيقة ده دليل على انه ما كان يقال ليس كلاما صحيحا. بل انه أنا أتذكر أنه أنا بعد ما فتحت المجالات الجوية سافرت إلى إحدى الدول القريبة والتقيت كنت يعني مع سفيرنا هناك، والحقيقة هو كان مش بس بيشتكي من أنه الناس يعني بترى أنه أو طلباتها مبالغ فيها أكثر من اللازم، يعني عارف إزاي؟ يعني مثلا واحد
عايز يرجع، طيب اوكي، لكن ما ينفعش هو عايز يرجع كمان يبقى عنده مشكله اقتصاديه نسدد له الفلوس اللي عليه. يعني احنا دوله بتتكفل هنا بالطيران، تتكفل بالاقامه في منطقه العزل بعد ما يوصل، ده كلام يدوبك، ده الحد الحقيقي للحق الحقيقي عظيم للمواطن يعني. صحيح. لكن يعني فالحقيقه لا طبعا يعني كان موقف محترم جدا، سواء كنت بتوفر لقاحات مجانا، سواء كنت بتعيد المصريين الى عظيم. الى العالقين الى طيب بالمناسبه دي جديد. احنا استاذ عادل معانا دلوقتي سياده الوزيره نبيله مكرم وزيره الهجره وشؤون المصريين بالخارج، بنرحب بحضرتك، اهلا وسهلا سياده الوزيره. استاذ عادل حمود الحقيقه كان لسه للتو بيشير الى ان ما قمتم به في الغرفه وفي الوزاره لاعاده المصريين ده كان امر عظيم جدا، وبنشكركم على هذا الامر الجديد، ان في اخبار جديده كمان النهارده. أشكرك يا أستاذ عمرو، بالتأكيد فور إعلان الكويت وأيضا المملكة العربية السعودية بقرار غلق المطارات، وطبعا إحنا بنحترم سيادة هذه الدول وقراراتها فيما يتعلق بتطورات جائحة كورونا والسلالة الجديدة، بس بالتأكيد مع احترام هذه السيادة لابد أيضا أن إحنا نهتم بأبناء الوطن، اللي الحقيقة زي ما حضرتك عارف كان في منهم سافر إلى دولة الإمارات وإلى تركيا وإلى إثيوبيا كدول ترانزيت طبقا لما قررته الكويت حتى يتمكنوا من العودة مرة أخرى إلى الكويت. بهذه القرارات السيادية كان لابد أنه يتم تفعيل مرة أخرى غرفة عمليات وزارة الهجرة للعالقين عشان نقدر نتواصل ونرصد الأعداد ونعرف الحالات كمان أيضا، لأنه طبعا مع هذه القرارات احنا مش عارفين القرار سيتم تجديده او سيتم الانتهاء منه بعد فترة اسبوع، لابد انه صحيح. المواطن يبلغنا ونكون على تواصل معاه، هل يحب ان هو يرجع مرة اخرى الى الوطن الام حتى يتم اتخاذ قرارات جديدة فيه، ولا ينتظر المكان اللي هو فيه لغاية ما الكويت تقرر او تفتح مرة تانية؟ مظبوط، علشان كده على طول اول لما الكويت والسعوديه اعلنوا هذه القرارات وبنحترمها جدا، على طول غرفه العمليات تم تشكيلها لتلقي الحقيقه كل الطلبات. عظيم. وبنقدر ان احنا نرصد الاعداد، وزي ما حضرتك عارف كان في مشكله قبل كده مع المواطنين اللي كانوا راحوا ايضا الامارات كترانزيت فتره قبل لما يطلعوا على الكويت، كان في مشكله وكان في شويه في اثيوبيا برضو قبلها. والحقيقه كان في تعاون مع معالي وزير السياحه من خلال الشركات السياحيه اللي ساعدت المواطنين اللي سافروا ان هم يستردوا فلوسهم او ان هم يكملوا. باي حال طبعا وزاره الهجره والدوله المصريه كلها زي ما ادت اداء حسنا في ايام ازمه العلاقين، بالتاكيد بنجهز ايضا للقرارات الجديده حتى نتمكن من تلبيه احتياجات هؤلاء المواطنين. لا قدر الله لو تم اتخاذ قرار يعني في الحكومه المصريه زي ما حصل من دول اخرى بوقف الرحلات القادمه من بريطانيا، هل في هذه الحاله برضه غرفه العمليات جاهزه لاعاده العالقين في هذه الحاله من بريطانيا من المصريين؟ يعني بالتأكيد أن غرفة العمليات طبعا هي يمكن تم تفعيلها النهاردة نظرا لهذه القرارات، إنما بالتأكيد هي الغرفة لكل المصريين في الخارج تلبية لكل احتياجاتهم أينما كانوا. فبالتأكيد طبقا لقرارات وسيادات كل دولة من الدول، إحنا كمصر بنتعامل وبنشوف وبنرصد الأعداد وبنشوف الاحتياجات من خلال غرفة العمليات. أنا بشكر سيادتك شكرا جزيلا، سيادة الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، شكرا جزيلا لحضرتك. وأعتقد يعني أستاذ عادل ده تطور وتطور سريع جدا، كنا لسه بنتكلم سرعة تجاوب الوزارات أو الحكومة مع أي تداعي بيحصل أو أي طارئ بيحصل، تقييم حضرتك إيه لتشغيل الغرفة مرة تانية النهاردة بهذا الشكل وهذا التطور؟ وفي الحقيقة هذا يعني لابد إن احنا نعرف ان اي اضافه ايجابيه بتتم نتيجه عنصرين، العنصر الاولاني هو رغبه الحكومه في انه يعني تغير صورتها في هذا الامر، ثم انه المسؤول اللي بتكلفه الحكومه بتنفيذ سياستها الجديده. الحقيقه هنا بنجد ان العنصرين متوفرين، حكومه يعني اصبحت الحقيقه ترى ان المواطن المصري يجب ان يكون له كل الاحترام والتقدير، ويجب أن تكون له كرامة في الخارج وفي الداخل، وإذا ما تعرض إلى مشكلة أن تتدخل لحلها.
وأيضا هنا دي السياسة، ولكن أيضا بنجد أنه الوزيرة وزيرة الهجرة أيضا الحقيقة وزيرة نشطة جدا، وربما يعني الحقيقة هي بثت الروح في وزارة الهجرة، لأنها كانت الحقيقة وزارة يعني نقدر نقول ما كانتش بالحركة ولا بالفعالية ولا بالاهتمام ولا بالتواصل اللي أصبحت عليه. فإذا أنا عندي هنا شقين، شق سياسة حكومية جديدة، وأيضا الشق الثاني مسؤول قادر على أن ينفذ هذه السياسة بكفاءة واضحة جدا. كتير من الأحيان بنجد أن الحكومة بتعلن سياسة ما، سواء كان في الاقتصاد أو في الإسكان أو في الهجرة أو في السياسة الخارجية أو في أي لها موقف، ولكن أحيانا بنجد المسؤول قادر على أن يترجم هذه السياسة، وأحيانا نجد أنه يعني يترجمها بدرجة أقل مما تعتقد الحكومة أو مما تطمح الحكومة، ومن ثم العنصرين هنا ضروريين، عنصر السياسة وعنصر تنفيذها. أستاذ عادل حمودة، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه القراءة في 2020 ويعني تجليات أهداف في 2021. شكرا جزيلا لحضرتك على هذه الإطراء. شكرا جزيلا حضرتك، كنت معنا طول الشهور اللي فاتت، متعكم الله بالصحة والعافية، وإن شاء الله يتجدد لقاءنا مع حضرتك في 2021 إن شاء الله على خير. شكرا جزيلا أستاذ عادل. إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك، والشكر موصول لحضراتكم، وإن شاء الله نشوفكم على خير وتصبحوا بألف خير. إلى اللقاء.